بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل، مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول. عنوان محاضرة اليوم: المذبذبات أو المؤشرات. سيتم تقسيم هذه المحاضرة إلى 4 أقسام: الأول التعرف على الإفراط في الشراء والبيع وكيفية قراءة الأسعار في الحالتين وتفسيرها المنطقي، الثاني الزخم ومعدل التغير، الثالث مؤشر القوة النسبية RSI، الرابع مؤشر ماجد MACD. أولا التعرف على معنى الإفراط في البيع أو الشراء. المذبذب أو المؤشر المتذبذب هو وسيلة أو أداة فنية يستخدمها المتداول من أجل الحصول على قراءة مبكرة لحركة الأسعار حتى يتمكن من التداول من خلالها بصورة واضحة تكاد تكون مرئية بالنسبة لحركة السعر في المستقبل. هذه الأداة الفنية يتم حسابها بمعادلات رياضية محددة ودقيقة، يتقلب فيها اتجاه الخط البياني صعودا وهبوطا بصورة متكررة. في هذه الحالة يتأرجح السعر ما بين 0 إلى 100 أو ما بين ماينس 1 إلى بلس 1. في هذه الحالة يستخدم المحلل الفني المؤشرات المختلفة لقياس كمية اندفاع الحركة، أي لقياس الزخم مومنتم. طيب، بماذا تفيد المتداول هذه المؤشرات؟ هذه المؤشرات تفيده في تحديد تقلبات الأسعار ما بين الصعود والهبوط، وبالتالي يتمكن من اتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع أو بالشراء، سواء كان السوق متراوحاً رانجينج ماركت، أي فيه حركة الأسعار جانبية أفقية، أو سوق اتجاهية تريندينج ماركت، أي حركة الأسعار فيه مائلة على الأفقي، إما في اتجاه رأسي إلى أعلى في اتجاه تصاعدي أب تريند، أو إلى أسفل في اتجاه هبوطي داون تريند. السؤال الآن: كيف يمكن تعريف حالتي الإفراط اللتان يتمان في الأسواق؟ الإفراط ينقسم إلى قسمين: الأول الإفراط في الشراء overbought، الثاني الإفراط في البيع oversold، وسنتناولهما بالشرح والتفصيل. أولا تعريف الإفراط في الشراء overbought هي حالة تتحرك فيها الأسعار بعيدا بسرعة كبيرة جدا بدرجة تجعل استمرار هذه الحركة مشكوكا فيه، وبناء على ذلك يبدأ زخم الشراء في الضعف، وينتج عن ذلك التوقع بعدم ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك، أو ثبتها عند هذا المستوى الذي وصلت إليه، أو تراجعها وانعكاسها في الاتجاه المضاد. ثانيا تعريف الإفراط في البيع oversold عكس الحالة السابقة. الإفراط في البيع يحدث عندما يحتدم البيع وتشتد قوة الضغط على الأسعار إلى أن تصل الأسعار لدرجة يصعب الضغط عليها أكثر من ذلك، مما ينتج عنه التوقعات بتحسن الأسعار وارتفاعها بالتدريج شيئا فشيئا. وتتميز المؤشرات أو المذبذبات بأنها تعكس اتجاه الحركة بصورة تسبق اتجاه الأسعار نفسه، بمعنى أن عكس الاتجاه يظهر على المؤشر قبل أن يظهر على الأسعار، مما يعطي استباقية للمتداول أن يتعرف على الاتجاه الجديد من المؤشر قبل أن يظهر على حركة الأسعار. وهذه هي القيمة الحقيقية للمؤشرات، فمعرفة الاتجاه عليها أو من خلالها قبل معرفته على الأسعار يعتبر أحد أهم المؤشرات القائدة للسوق leading indicators، والتي تشير إلى قرب حدوث تغير في حركة الأسعار. والسر في عمل المذبذبات أو المؤشرات
الذي يعطي لها هذه الأهمية أنها تقوم بدراسة زخم السوق، أي كمية اندفاع حركة السوق، أي التغير في سرعة حركة السوق، كما أنها تقوم بدراسة ذلك التغير بناء على المعلومات الرياضية الإحصائية التي أسس عليها وبني عليها هذا المؤشر. فهي أي المؤشرات تقيس درجة تسارع أو تباطؤ الاتجاه ويظهر لنا على الشارت في صورة تذبذب لهذا المنحنى. وهناك أنواع كثيرة من هذه المؤشرات، سنحاول أن نأخذ بعض منها بشيء من التفصيل. رقم 1، كمية اندفاع الحركة أي الزخم مومنتم. رقم 2، معدل التغير ROC. رقم 3، مؤشر القوة النسبية RSI. رقم 4، المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد MACD MACD. ومن الجدير بالذكر أنه يجب معرفة كيفية قراءة وتفسير المؤشرات عالية الدقة. تتم قراءة هذه المؤشرات وتفسيرها بشكل دقيق بعدة طرق. رقم 1، عبور المتوسطات المتحركة بعضها البعض، بمعنى تقاطعها معا وعبورها من مكان إلى آخر. 2، عبور خط الصفر، وهي نفس الفكرة والمنطق الكامنة وراء تقاطع خطي المتوسط مع السعر أو خطي المتوسط القصير مع المتوسط الطويل. رقم 3، تحليل الانحراف أو الافتراق divergence. وهذه الكلمة أي هذا المصطلح divergence يحمل أكثر من معنى، فهي تعني التباعد كما أنها تعني الانحراف المعياري أو الافتراق، لكننا نفضل استخدام معنى التباعد لأنه أكثر ملائمة لوصف حركة المتوسطات المتحركة بهذا المؤشر. الجزئية الرابعة من طرق قراءة وتفسير المؤشر هي تحليل الأشكال النمطية، بمعنى تطبيق نفس قواعد تحليل الأشكال النمطية لحركة الأسعار على الخط البياني للمؤشر. رقم 5، تحليل خط الاتجاه للمؤشر تماما مثل ما يحدث عند تحليل خط الاتجاه على الأسعار. هذه الطرق الخمسة المذكورة يتم تطبيقها في قراءة جميع أنواع المؤشرات. إلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة مع شرح مؤشر الزخم مومنتم الذي يقيس معدل تغير الأسعار، ثم سنوالي شرح باقي المؤشرات بالترتيب. لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.